السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد ضمن سلسلة العصائر الرمضانية، فإن شاء الله غادي نقدم لكم هذا العصير السهل والاقتصادي. إن شاء الله هكذا تنوعوا به في العصائر اللي كتحضروا، فباش تعرفوا معايا طريقة تحضيروا ما عليكم غير تبوا معايا خطوات الفيديو وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، هنا عندي واحد الحبة ديال الليمون اللي كنزول لها القشر ديالها كلها على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. ثم الا كان فيها غالبا ما تيكونش فيها البذور اولا داك العظم ديالها، فحنايا باش كنتاكدوا بان ما فيها العظيمات لا حتى شي حاجه كنقسموها الى اجزاء كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل، وبالاستعانه بالسكين اولا بالموس كنحاولوا نزولوا دوك هكذا دوك الا بانت لكم شي خيوطه اولا شي حاجه كيف ما كيتضح لكم فكتزولوها ايضا العظومه. بالنسبه لو تضعفوا هاد المقادير فكيبقى لكم على حسب الاختيار. هاد الكميه اللي غادي نحضر معكم كتعطينا لتر وربع من العصير. صافي، من بعد ما كنزول هذاك كلشي دوك الشوائب ديالها كنوضعها في الكاس ديال الخلاط، خلاط الكهربائي، ثم كنضيف عليها حبه من الموز، وايضا كنضيف واحد الكاس من الياغورت اولا زبادي باي نكهه نتوما كتفضلوا. يستحسن الا كان عندكم بالنكهه ديال الموز كتضيفوا باش هكذا كتحصلوا على ذوق الموز كيكون مركز. انا بالنسبه ليا خدمت بنكهه الفانيليا. المهم اي ذوق متوفر عندكم، فراوله اولا فانيليا اولا موز اولا خوخ، اللي متوفر عندكم راكم كتخدموا به. هنا بالنسبه للماء فغادي نقيسوا معكم بهذا الكاس ديال الياغورت اللي كيعادل 100 ملي، فغادي نضيف 6 كؤوس كتعادل 600 ملي من الماء. بالنسبه لكميه الماء فكتبقى عندكم ميزانكم نتوما. القوام اللي بغيتو يجي عليه العصير بغيتو يكون شويه خفيف فكتضعفوا الكميه، كتزيدوا الكميه على حسب الذوق ديالكم. بغيتو يجي شويه متوسط بحال القوام اللي يظهر لكم اللي جاني علي انا العصير، فكتخدموا فقط بستة الكؤوس من الماء بالقياس ديال كاس ديال الياغورت. هنايا كنضيف ملعقه كبيره من السكر، والسكر دائما كيبقى حسب الذوق والرغبه ديالكم، ملعقه راهو ما كافين كتجي حلاوه متوسطه. صافي، كنحاول نطحن هاد المكونات مهم من 3 حتى 4 دقائق جيدا، كيطحنوا مزيان مع بعضهم باش هكذا كنتاكد بان يعني كل المكونات طحنوا مزيان، ما بقاوش عندنا دوك الالياف اولا الشوائب اولا كل شيء، المهم كيطحن جيدا. فإذا كانت عندكم مولينكس عاديه فكتضيفوا هذاك المكونات ديال العصير، ثم كتضيفوا عليهم شويه ديال الماء في الاول وكتطحنوا جيدا حتى كتاكدوا بان طحنوا مزيان. ولو عندكم بحال واحد البوغي عاد باش كتضيفوا الماء القياس وانتم كتطحنوا بشويه بشويه حتى كتوصلوا لذاك القوام اللي بغيتوا يجي عليه العصير ديالكم. ويستحسن قبل ما تطحنوا هذوك الفواكه ديالكم فتكون بارده جدا، اون فوا كطحنوا العصير ديالكم والماء حتى هو تيكون بارد، اون فوا كتكملوا من تجهيز العصير ديالكم فكتقدموه مباشره كيكون بارد. بالنسبه لهذا العصير فعصير اخر لحظه، الا ما كانش عندكم المكونات بارده تقدروا تطحنوه على 9 وتدخلوه للثلاجه حتى كيبرد عاد باش تقدموه. الا كان عندكم المكونات بارده وايضا الماء فاون فوا كطحنوه وكتقدموه في الفطور بالصحه والراحه. ومن طبيعه الحال ملي كنبغيو نقدموه راه حنا كنحركوه لاننا عندنا فيه واحد الماده يعني زعما مادة لبن بحال ياغورت او الحليب او لا، فضروري راه كيتعزل على الخليط الاخر. لهذا راه ضروري ملي كتبغيو تقدموا كتحركوا حتى كتبغيو يبغي مثلا شي فرد من العائله ديالكم يشرب العصير عاد باش كتحركوه وكتصبوا ليه الكاس ديال العصير بالصحه والراحه. المهم هاد بعض الملاحظات اللي يمكن لكم اللي يمكن ليا نعطيكم. وبالنسبه للاذواق فهي كتبقى كتختلف من شخص لاخر، يقدر يعجبكم كيف ما يقدر ما يعجبكمش. انا قدمت لكم بما انني انا حضرته وعجبني في الذوق ديالي فراني قدمته وتشاركته معكم. اون بليس راه كتستعملوا فيه غير مكونات صغيره، دائما اي حاجه بغيتوا تجربوها اي وصفه كيف ما كانت كتشوفوها بغيتوا تجربوها ففي المره الاولى راه كتجربوا منها غير بكميات قلالين، بحال مثلا شي معجنات الا كانت فيها نص كيلو نتوما ديروا غير 300 غرام باش كتجربوها المره الاولى، وملي كتصدق ليكم وكتكون في الذوق ديالكم وكتعجبكم كتعاودوا ثاني كتوجدوها وانتم فرحانين بكميه كبيره باش ما كتضيعوش في الحاجه، لان الاذواق لا تناقش. هذا الشيء كامل انا اللي كنتشارك معكم راه ملي كنحضروا تيعجبني وكيعجب افراد العائله ديالي كنتشاركوا معكم بكل فرح، والاذواق دائما لا تناقش.
راه الحاجه تقدر تعجبني انا وتقدر ما تعجبكمش نتوما. المهم هذا ميساج، علاش فتحت هذا القوس؟ باش نوصل الميساج لبعض الاخوات. مثلا انا عارفه بان اليوتيوب مفتوح للكبير والصغير، كاين اللي كيشوف الوصفه كيجربها وكتعجبو كيرجع كيقول لي عجبتني، كاين اللي كيجربها وما كتعجبوش وكيرجع. فمرحبا باللي عجبته الوصفه، ومرحبا ايضا باللي ما عجباتوش. هذاك ما تي نقش من الوصفه اولا ما هي ماشي هي مزيانه اولا لا، انا كنعتبرها مساله اذواق اللي خصو يفهم، اللي خاص الاغلب منا يفهمها، خاصه هذاك المتلقي اللي كيجرب شي حاجه وما كتعجبوش وكيرجع كيكتب ميساج رديء جدا، اردا من هذاك الوصفه اللي جرب وما عجباتوش. كيكون رديء يعني الاخلاق، كيبين على الاخلاق ديالو اللي دون المستوى. هذيك نقولوا حنا غير وصفه شيء يعني ما تيهضر متى شي حاجه ما عجباتكش ديري اختي جربي شي وصفه عند شي واحد اخر وتعجبك والله يعاون الله يعاون، ولكن شوفي اخلاقك راه ها المستوى طايح بزاف. حنا ما خصناش يكون عندنا داك المستوى، حنا انسان الله كرمنا بالعقل، العقل نفكروا به ونخمموا به ونعرفوا اشنو كنكتبوا. راه اي حاجه الانسان كيكتبها راه محسوب عليه يوم القيامه، خصنا نعرفوها هي كتابة، ولكن كانت النية وتفكرتي فيها وخرجتها طبقتها كتابة، سواء قلتي إلا كتبتيها بحال قلتيها فمك محسوبة عليك أختي ومحسوبة علي. أنا ما عرفتش شكون كان خاطب، لأن ما نقدرش نحكم، لأن اللي كيكون من وراء الشاشة تقدر تكون طفلة يعني فتاة مراهقة صغيرة، يقدر يكون نيت واحد كبير في العمر ديالو ولكن مراهق في أفكاره أو لا أفكار عنده ما هيش. المهم انا ما كنقص من اي شخص، ما كنقص منو، ما كنقص من حتى شي واحد، حنا الله عطانا العقل وكرمنا به، غير كل واحد فاش كيستعملو، كاين اللي كيستعملو في الخير لان النسبه ديال الخير كتكون غالبه على الروح ديالو وعلى الجسد ديالو. يعني كيكون انسان خير راه كيوظف هذاك اي حاجه كتبها، اي حاجه في الخير، اي عمل دارو كيوظفوه في الخير. اللي غالبه عليه النيه ديال الشر فما اشنو عندي ما نقول ليه، الله يهدينا الله يدين على نفوسنا. كون عندنا الشر في الداخل ديالنا غير كنضغطوا عليه وكنحسنوا ما نكذبش عليكم، حتى انا عندي الشر في الداخل ديالي، ولكن لا كنغلب هذاك الجانب، لان الانسان هو فيه الخير وفيه الشر، غير حنايا في كل واحد فاش كيوظفوا. الله يغلبنا على نفوسنا. هذا ما كان المهم، حبيت نفتح هذا القوس. الا شفتوا اي وصفه ولوجيك مو ما عجبتكمش، راه كتقدري يا اختي تشوفي هكذا في الوصفه تفرجي وعاتي تبان لك غير شي حاجه ماشي هي، شي حاجه ماشي هي فصافي، يعني انت بان لك واحد الخلل كاين في ديك الوصفه ما تجربيهاش نهائيا. راه الانسان ماشي كيجي وكيجرب مثلا كيطرمع عليه طرمه ولا يتلح على شي وصفه يقول انا غادي نجربها، لا اختي شوفي شي وصفه واخا تشوفيها عندي ولا عند اي اخت اخرى، راه عقلك كيقول لك راه كتخممي، كلشي باين في الفيديو، كلشي باين في الصور، كلشي باين. انا بانت لي واحد الحاجه مخموجه غادي ندير بحالها، لا تبان لي بعدا المنظر ديالها مزيان، الطريقه باش كيخدم الانسان راه كلشي باين، غير اللي ما بغاش. ولا ثاني شي وحده هي ما عمرها مثلا ما طيبات ويدها ما مطلوقاش على الطبيب وبغات تجرب الحاجه من اول مره وتنجح معها، راه ما يمكنش. انت وزهرك الا كنتي شويه خدمتي بالعقل وتبعتي الوصفه كما هي تقدري تنجحي فيها، فاتك شي حاجه فلتت عليك شي حاجه راه كوني متاكده ما غاتجيكش هي. وهذاك ما تيعنيش بان الاخت اللي قدمت لك الوصفه اون جينيرال انا ولا اي اخت اخرى راه هي اللي فاشله اولا هي اللي قدمت واحد الوصفه ماشي هي، لا كنا متاكدين بان جميع القنوات ديال الطبخ راه ما يمكنش يحطوا شي وصفه ماشي هي، ما يمكنش، لان ديما كتبقى عندك ديك الوصفه كدور في القناه كدور لا هذيك كتعتبر السمعه ديالك، السمعه ديالك. حنا دابا مثلا اصحاب القنوات اشنا هي الحاجه الاهم عندنا؟ هي السمعه ديال القناه ديالك، واخا يكون كتبها كفئه قليله ولكن ملي كتحطي شي حاجه الا كانت الانسان عنده ثقه فيك فكما حطيتها غادي يمشي يجربها وعينيه مغمضين، علاش؟ لانه كيثق فيك والسمعه ديالك عنده طيبه. المهم هذه الرساله كنوجهها لبعض الاشخاص بين قوسين اللي كيكتبوا مساجات او لا تعاليق اللي دون المستوى ولا ترقى لمتطلع ما كترقاش لينا حنا كمسلمين، فعيب وحشومه والله يهدي الله يهدي ما خلق. المهم الا شي واحد وصلت حتى لهنايا وتصنت لهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله هكذا ندعو مع بعضياتنا بالهدايه ونترقاو شويه في افكارنا. وانا متاكده انا الحمد لله انا كنعرف المتابعين اللي كيتابعوني وكنعرفهم باللوغويات ديالهم وبالاسماء يعني الاوفياء للقناه، فكنقول لكم جزاكم الله كل خير على كل تعليق طيب اللي كتكتبوا لي، ولا مثلا جربتوا شي حاجه وما عجبتكمش في الذوق ديالكم فكنعتذر منكم، راه الاذواق لا تناقش، راه الذوق ديالي ماشي هو ديال واحد اخر، ماشي هو ديال واحد اخر،
المهم كنقول لكم بسلامة عليكم وفي أمان الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله.